ضمن الفضاءات التحسيسية المتواصلة عبر التلفزيون الجزائري الخاصة بأهمية التلقيح واتخاذ التدابير الصحية الوقائية ضد فيروس كورونا، نواصل معكم مشاهدينا الكرام الحديث عن منحنيات الحالة الوبائية ببلادنا وفي العالم أيضا، ونواصل أيضا الإطلال على واقع يقول التأقلم مع كل هذا وفق الأوضاع الحالية التي تأخذ بعين الاعتبار أيضا تأهب العائلات الجزائرية للشهر الكريم الفضيل وما يرافقها أيضا من تحذيرات من وإلى الأسواق وداخل أيضا الفضاءات والمنتزهات العامة. ورحب معكم مشاهدينا الكرام، أقول بالبروفيسور كريمة عباسي داغورة المختصة في الطب الداخلي بمستشفى محمد الأمين دباغين ببابلواد. مساء الخير بروفيسور، شكرا على تلبية دعوتنا. مساء الخير العربي، مساء الخروج إلى بر الأمان إن شاء الله من هذه الجائحة إن شاء الله. الآن لله الحمد على خلاف الأشهر الماضية اللي كنا ربما نتكلم معك فيها بروفيسور ونحن فعلا كنا في ضغط، الآن الأرقام المنحنيات الإحصائيات تؤشر لحالة وبائية مستقرة في الجزائر ولله الحمد. الحمد لله هناك يعني اطمئنان كبير في المصالح الاستشفائيه، نقدر نقول اليوم رانا في صفر حاله في المستشفيات، صفر حاله راهي تجي اليوم المستشفى، وصفر وفيات في الجزائر كامله يعني عبر كامل القطر الوطني، يعني الحمد لله هذا يعني مؤشر يعني قوي جدا لخروجنا من الجائحه اليوم في الجزائر إن شاء الله. حديثنا عن خروج في الجائحة دائما يرافقه حيطة وحذر، لأنه الأرقام أيضا تؤشر إلى بعض الحالات المؤكدة الموجودة من خلال إجراء الفحوصات لبعض المصابين أو المشكوك في حالتهم بالإصابة بفيروس كورونا. صحيح، نقول اليوم ما نشفي صفر حالة، صفر حالة معناها صفر وباء، معناها الحمد لله يعني الرجوع إلى الحياة الطبيعية بصفة يعني عادية جدا. اليوم ما زال يعني بعض الحالات، وهذه اللي تطلب منا دائما يعني الحذر، ونبقاو على درجة كبيرة من الوعي، من نتناساوش يعني إجراءات الوقاية، نبقاو يعني كيما مداريين، الكمامة، غسل اليدين، يعني خاصة في الأماكن التجمعات، خاصة في الأماكن الداخلية، المؤسسة التربوية، أماكن العمل، نبقاو يعني على درجة كبيرة من الحيطة ومن الوقاية، لأن نعرفوا اليوم يعني كما قلت يعني إن شاء الله رمضان مبارك للجميع الجزائريين، رمضان راه جاي، يعني الأسواق راهي ممتلئة، يبقى الإنسان يعني على درجة كبيرة من الوعي خاصة في الأسواق. قبل ما نفصلوا أيضا ربما في بعض الإرشادات والنصائح فيما يخص الشهر الفضيل أيضا وبعض الأحداث الأخرى بين الأحداث الرياضية أيضا، لو نتكلم عن وضعية الآن المستشفيات، حالة التكفل بالمرضى في التخصصات الأخرى، خاصة اللي الكل يعرف أنها عرفت حالة تأزم أثناء التوجه إلى مجابهة فيروس كورونا في الجزائر. اليوم رانا رجعنا نخدم بشكل عادي جدا، يعني عندنا قرابة 3 أسابيع يعني رايحين الشهر، اليوم المرضى راهم يدخلوا المستشفى يعني بجميع مختلف الأمراض المزمنة والأمراض الحادة، خاصة يعني في المصالح الطبية يعني العادية الجراحية، يعني التكفل راه يجري بشكل يعني عادي جدا الحمد لله. لكن مع قروب شهر رمضان رانا نشوفوا يعني المرضى تاعنا لما يجي الشهر الفضيل ماذا بهم يهتموا بأمور أخرى وما يجيوش للمستشفى وما يجيوش للفحص، يعني هناك تناقص نوعا ما على التوافد للمستشفيات. لكن اللي نقوله اليوم يعني بخصوص الجائحة، نبقاو على درجة كبيرة من الوعي. لماذا؟ لأن الوباء ما اختفاش من كامل العالم، هذه يعني المنظمة العالمية للصحة تبقى تأكد على أنه ما زال هناك بؤر في العالم، وهذا اللي يخلينا يعني حتى المؤشرات والأرقام نتكلم على ألمانيا على الأقل خلال أيام عرفت أرقام مرتفعة جدا بالإصابة بالفيروس كورونا، والكل يعلم أن العالم قرية واحدة يعني. صحيح، يعني لما نتكلم على الأسبوع الأول تقريبا من شهر مارس كنا نتكلم على 10 ملايين إصابة في الأسبوع في العالم يعني ككل. الأسبوع الماضي عندنا 12 مليون حالة في الأسبوع في العالم ككل، يعني ارتفاع ب 2 مليون يعني حالة أسبوعيا، وهذا كان هناك بعض الدول اللي راهي مصابة أكثر من دول أخرى، خاصة كوريا، الفيتنام، الصين، اليوم ألمانيا، فرنسا، أيضا هناك ارتفاع في
عدد الحالات، وهذا اللي خلينا اليوم نقوله نبقاو يعني على درجة كبيرة من الحذر، لأنه مع الفتح يعني السفر بين الدول كل هذا يعني يخلي الأمر يعني لازم نتحكم فيه ونبقاو على درجة كبيرة من الوعي. هناك أيضا عدد الوفيات، رانا ما نشنا عالميا نقول هناك انخفاض في عدد الوفيات عبر العالم. نقول الأسبوع الأول من مارس كنا في 60,000 حالة وفاة، الأسبوع هذا الماضي راهي في 30، رانا في 30,000 حالة وفاة عالميا خلال أسبوع، يعني انخفاض بالنصف بالنسبة للوفيات، يعني هذا مؤشر يعني مطمئن. لكن الإنسان ما نقولوش يعني باللي هذا يعني المؤشر يخلينا نخفض الوقاية ونروح إلى يعني نستهزأ يعني لا قدر الله ونرجع لحالة الوباء يعني في أوجه. الحديث عن هذا الانتقال وهذا الفتح للمجال الجوي والانتقال للأشخاص ربما فيه كلام أيضا فيه سجال بين ضعف تحور هذا الفيروس شيئا فشيئا، وهناك حديث آخر عن ربما ميلاد متحورات أخرى قد تكون خطيرة على بعض المجتمعات. احنا لما نتكلموا دائما بالمنشورات الرسميه يعني والحالات المؤكده. اليوم اوميكرون راهو زاد يعني راهو غالب تماما على جميع متحورات الكوفيد السابقه. اليوم اوميكرون يشغل 98.8%، يعني الدلتا راهو 0.2% اليوم حاليا في العالم، يعني نقولوا هناك بعض المئات عبر العالم ككل. الاوميكرون مازال غالب تماما والحمد لله، يعني ماهوش يعني بهذيك القسوة وهذيك يعني الشراسة تاع دلتا، يعني هذه مؤشرات مطمئنة. لكن بالنسبة للأوميكرون اليوم هناك الحاجة يعني اللي تقلقنا نوعا ما، أنه الإنسان يمرض ويعاود يمرض بالأوميكرون، يعني الإصابة عدة مرات، يعني يبقى الانتشار كبير ويبقى أيضا معاودة الإصابة هذه يمكن تخلق له بعض المشاكل الصحية في بعض الأعضاء أقول وبعض الأجهزة. صحيح، يمكن أنها تقيس له أعضاء أخرى، وأيضا الانتشار يبقى موجود ويمكن يؤدي إلى إغلاق بعض المؤسسات يعني الاقتصادية. يعني هناك تداعيات أخرى من غير يعني تداعيات الصحة مباشرة. لكن بالنسبة للمستشفيات وبالنسبة للأنظمة الصحية، إنه لما تبقى طاقة يعني الاستيعاب يعني جيدة، هذا يخلينا نوعا ما نتحكم في الوباء بصفة عامة ونرجع يعني إلى التعايش والحياة يعني بصفة طبيعية مع هذا المتحور الأخير أوميكرون. وهناك يعني دراسة يعني مؤخرة لتقول هناك متحورات لتجمع بين أوميكرون وتجمع بين دلتا، يعني فيها مواصفات أوميكرون مواصفات دلتا. لكن الآخر يعني المنشورات الطبية تقول لك ما همش أخطر من أوميكرون حاليا. ما يلزمش يعني نروحوا للخوف والتخوف يعني الغير لازم. الحديث عن مجابهة فيروس كورونا هو حديث عن واقع أيضا وطبيعة المجتمعات والنشاطات الموجودة فيها. نتكلم على الجزائر وعلى الأمة أيضا الإسلامية، قبيل أيام من دخول الشهر الفضيل الكل يعرف أن العائلات الجزائرية كثير من ربات البيوت، كثير من العائلات تحذر بشكل خاص لهذا الحدث الفضيل الكريم بالتوجه أيضا إلى الأسواق. نعرف ازدحام شوية في الأسواق في بعض ربما الأماكن اللي تكون مهيئة بصفة كاملة، وبعض الأسواق الأخرى في بعض الأحياء الشعبية ربما اللي تخلي المساحات ضيقة، وين الأمر يتجدد أنه التدابير الوقائية يعني تضعف شوية مقارنة بفضاءات أخرى. صحيح، يعني نبقاو نركزوا على الفئات، يعني الفئات الهشه وهذه الفئات اللي بامكانها انها تؤدي الى اصابات يعني خطيره، والناس اللي عندها امراض مزمنه. اليوم الناس اللي عندها امراض مزمنه لما تصاب باي ميكروب، يعني اوميكرون ولا اي ميكروبات، يؤدي الى اختلال التوازن خاصه في السكري ولا امراض اخرى مزمنه، وهذا ما يؤثر على هذاك الانسان. اذا الناس الكبار ماذا بنا
يتفاداوا الذهاب يعني الى الاسواق هذه المكتظه والاماكن يعني والمتاجر وكل يعني ما شبه ذلك. لماذا؟ لانه هذا حيخليهم يعني يبتعدوا على الريسك هذاك تاع الاصابه بالعدوى. وننبهوا ايضا المواطنين الاخرين يعني، لانه اذا كان عندك مريض في المنزل ولا انسان كبير انت حتجيب له المرض والعدوى الى المنزل. يعني الحيطه يعني تبقى شيء يعني لازم، ونتمنى انه تكون رقابه ايضا في الاسواق في هذه المده خاصه. الحديث ايضا ربما في الجزائر حديث كروي ورياضي بامتياز، الكل يترقب الثلاثاء المقابله الفاصله لقاء العوده بين المنتخب الوطني والكاميروني للتاهل الى المونديال، ومع ذلك ايضا ربما دعوه متجددة للأنصار للذين سيذهبون إلى ربما الملعب وحضور الحدث الكروي هذا، وأيضا الذين بإذن الله يحتفلون بعد نجاح المنتخب الوطني. لازم في كل مرة ربما نذكر بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله يفرحنا كما العادة إن شاء الله. نقول اليوم الرقابة قبل يعني من نتكلموا على شبابنا نتكلموا على الرقابة. إذا كان إنسان داخل إلى الملعب يدخل بالكمامة، يدخل يكون هناك منظفات يعني عند البوابة، كما صرت في كما شفنا يعني تنظيم كأس العرب، يعني كان هناك تنظيم محكم جدا فعلا، وكان تطبيق ناجح، وكان هناك تطبيق لإجراءات الوقاية، وكان يعني تطبيق لباس فاكسينال، يعني الناس كانت تدخل حاملة بطاقة التلقيح. يعني ماذا بينا الناس اللي تروح تكون دايرة التلقيح تاعها، وعلى الأقل تطبيق الإجراءات الوقائية لازم. باش الناس إن شاء الله تفرح وتكمل الفرحة يعني بأمان إن شاء الله. الحديث عن شهر رمضان المعظم، ربما انتهز الفرصة بتواجدك معنا بروفيسور للحديث عن بعض الإرشادات أيضا، بعض التوجيهات لكثير من المرضى، مرضى أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن. في فترة الصيام هذه يتجدد دائما الحديث ربما أقول عن إمكانية الصيام أولا من عدمه، عن الإحساس ربما ببعض المضاعفات، كيف يمكن لهذه الشريحة التعامل مع فترة الصيام. احنا نركز على شيء مهم جدا بالنسبة للصيام، هي الرخصة. كما رخصة السياقة، عندك رخصة تسوق ما عندكش رخصة ما تسوقش. إذا كان عندك رخصة الطبيب تتفضل وتصوم يعني رمضان بأريحية. إذا ما كانش رخصة مباشرة من عند الطبيب، خاصة الناس اللي عندها أمراض مزمنة، سكري، ضغط دموي، الناس اللي كبار في السن اللي عندها تعقيدات يعني جلطات قلبية، جلطات دماغية، ولا قصور على مستوى الكلى، قصور على مستوى الكبد، قصور على مستوى القلب، كل هذه الأمراض المزمنة لازم تكون عندها رخصة من عند الطبيب. نتكلموا يعني بالنسبة للناس اللي عندها مرض السكري. السكري من نوع واحد اللي يقيس يعني الشباب والأطفال، واللي راهم لازم يديروا الأنسولين 3-4 مرات في اليوم، هذوك ممنوع يعني منعا باتا يصوم، يعني مفروغ منه. يفطروا المعدة ما لازمش تكون خاوية. نعم، يعني يفطروا يعني بأريحية، ونتمنوا انه يكون متفاهم على مستوى المجتمع لهذه الفئة من الناس فعلا، لانه نساعدوهم ما نلومهمش. اذا عم بالهم اللي راهم يديروا الانسولين تاعهم لازم يفطروا، ما تكونش هناك ملامة ملاحظات هذيك الجارحة بالنظر او بالكلام. صحيح، يعني كنت سمعت هذا من طرف يعني بعض يعني الشباب اللي عندهم هذا السكري من نوع واحد. هناك ايضا السكري من نوع 2 اللي راهم يتناولوا في دواء واحد، بامكانهم يصوموا باريحيه يعني ما كان حتى اشكال. الناس اللي عندهم من نوع 2 يعني الكبار في السن اكثر من 30-40 سنه وعندهم سكري من نوع 2 يعني بالحبوب، يتناولوا الحبوب فقط. اذا كان يتناولوا نوع او نوعين من الحبوب أدوية، وكان السكر متوازن وما كان حتى تعقيدات، يقدروا يصوموا ان شاء الله. الناس اللي يدير الانسولين كبار في السن بس يديروا الانسولين 3-4 مرات، هذوك لازم يفطروا يعني هذه ملاحظه. والناس اللي عندها سكري مع تعقيدات اخرى، جلطه قلبيه، جلطه دماغيه، قصور على مستوى القلب، ما يقدروش. هنا الخطر يزيد ما يقدروش يعني يصوموا. والكلى ايضا، الكلى ننتبهوا كثير، الناس اللي عندها قصور كلوي لانه هناك جفاف نتيجه الصوم. واذا كان الانسان عنده قصور كلوي ما يقدرش يصوم، خاصه اللي عندهم قصور كلوي حاد
ولا قصور كلوي مزمن لكنه متفاقم نوعا ما. هذا اللي خلينا نقوله دائما السكر هو قاتل بطيء لما يتعرض ربما لبعض الأعضاء وبعض الأجهزة بشكل ربما طويل الأمد شيئا فشيئا ونضعف عمل هذه الأجهزة هذه. صحيح. نقوله أيضا معه الضغط الدموي اسمه القاتلان الصامتان، يعني يمشي ويمشي مع الإنسان ويعيش معه، يعني حتى اللي يكون هناك تأثير على مستوى الأعضاء. وهناك يعني وهذه الفئة من الناس يعني ننتبهوا لها يعني بشكل كبير جدا. الحديث عن شهر رمضان الكريم، حديث عن تناول الأغذية أو الإفطار عند البعض ربما بشكل خاص، وأحيانا فيه ربما حتى نتكلم عن الأشخاص الأصحاء يعني أحيانا الأمر يتجاوز حده، هل يمكن نتحدثه مع أنه هذا الأمر ربما في مجتمعنا صعيب لدى البعض، ولكن هل يمكننا أن نتحدث على نمط غذائي متوازن يأخذ بعين الحسبان أقول القيم الغذائية في مائدتنا في رمضان؟ صحيح. يعني احنا يعني نقولوا لغير مسلمين أصبحوا يقتادوا بنا لأنه الصوم فيه فوائد كبيرة جدا، يعني فيه فوائد كبيرة جدا، يعني وقت الصيام الإنسان يتخلص من الدهون الزائدة والسموم. من السموم، من السكريات، يخفض الوزن، يتفكر يتخلص ايضا من الشحوم اللي متواجده على مستوى البطن، يوازن الوزن تاعو اللي ما قدرش يوازنه من قبل، يتخلص ايضا من التدخين، من بعض من بعض هذه الاشياء السلوكات الخاطئه، لانه هذا يعني راهو يقتادوا بالان اليوم الغير مسلمين بينا في الصيام. ويروحوا أيضا إلى الصيام الصحي على طول السنة، يعني يتناولوا الأغذية بقية. نحن ربما أن نقتدي أيضا ربما بحالة إنسانية اللي تفكر في صحتها بشكل صحيح، نظام غذائي متوازن يأخذ ربما بعين الحسبان يعني بعض التوازن دون الإفراط ربما في تناول خاصة الأغذية اللي تحمل جرعات زائدة فوق العادة من السكر مثلا. صحيح. اليوم ربما هذه معلومة الكثير من المشاهدين ما يعرفوهاش، السكر ليست مادة أساسية. اليوم نقول السكر الأبيض هذا كثير يعني السكر المضاف فعلا، كثير منا يقول لك السكر مادة أساسية لازم الإنسان الجسم الإنسان يحتاج إلى السكر، هذه معلومة خاطئة، لأنه السكر موجود في الكثير من المغذيات، موجود في الحليب، موجود في الخضار، في الخضر، في الفواكه، موجود في الفواكه. هذا يخلينا نفكروا بطريقة مختلفة، لأنه مش لازم نزيد السكر في الحليب، نزيد السكر في هذه، نزيد السكر في هذه. الإنسان بإمكانه يتناول أكل صحي. السكريات يخلي حتى راه فيه أفكار مبتكرة في عالم الطبخ، وين ربما كثير من الأمور الطبخ الآن يعني تقدم بدون سكر فيها. صحيح. يعني هناك اجتهاد للذهاب إلى الأكل الصحي. الأكل الصحي اليوم نقوله الإنسان يفطر على شوية حليب ولا شوية ماء، حبة تمر واحدة تكفي، ويركز على الخضار والفواكه في الفطور.